ايه افتكرته ايه؟ ده خيار شمبر، نوع من انواع النباتات النادره، او النادره بالنسبه لي انا، لان انا كنت اول مره اتعرف على الشجره اللي طلعت الثمره دي. كان من كام يوم كده في الدقي، في منها شجره قدام وزاره الزراعه، وفي شجره تانية داخل المتحف الزراعي. الله اعلم في كام شجره منها في مصر، بس اللي اعرفه انها قليله. اسمها الشعبي الدارج خيار شمبر، وفي ناس بتقولها خيار شمبر، وفي ناس بتقول عليها القثاء الهندي، وفي ناس بتقول عليها الخرنوب، انما اسمها العلمي كاسيا فيستولا. تعالوا نتعرف عليها. الشجرة الرائعة اللي ورايا دي اسمها خيار شمبر، ويمكن اتسمت كده عشان السبب اهو. بصوا الثمرة بتاعتها بتبقى شبه الخيارة كده اللي جواها البذور. بصراحة شجرة من الأشجار النادرة، أنا ما شفتهاش في أي مكان في مصر إلا هنا في الدقي في المتحف الزراعي. يا ريت لو حد من اللي بيتفرج علينا عنده الشجرة اللي ورايا دي في المشتل بتاعه يكتب في التعليق انها موجودة عنده، ويكتب لنا السعر بتاعها كام، لانها تحفة، تحفة فنية، تحفة ربانية. الله يسامح اللي بلانا بأشجار الفيكاس. الشجرة بسم الله ما شاء الله لوحة من رسم الخالق سبحانه وتعالى. انا ما شفتش جمال كده في الدنيا. بصوا تحت الشجرة بيبقى عامل ازاي، سجادة من فرش الخالق الله سبحانه وتعالى، من الأزهار الصفرة بتاعتها الجميلة لما بتقع في الأرض. أنا بتجنن من المنظر ده. بصوا على إيد الأزهار، بسم الله ما شاء الله، شجرة مش بتطلع زهرة ولا اتنين ولا تلاتة، على إيد من الأزهار الصفرة الجميلة لدرجة إنك ما تبقاش عارف أهني أكتر، الأزهار ولا الأوراق. طبعا ناهيك عن استخداماتها العلاجية الكتيرة جدا اللي، بصوا ده منظر الورقة بتاعتها، شوف الورقة شمعية ازاي. ورقة شمعية يبقى الشجرة محمية من حاجتين، محمية من المطر ومحمية من الشمس. طبعا هي اتسمت كده عشان تشوفوا الثمرة بتاعتها بتبقى عاملة ازاي، شبه الخيار طبعا دي لما بتنشف، لكن اول ما بتظهر او اول ما الثمرة بتطلع بيبقى لونها اخضر زي الخيار بالظبط، وبعد كده بتتحول للون الاسود لما بتنشف كده. ما شاء الله فوائدها العلاجية لا حصر لها ولا عدد. هنا احنا بنكسرها بأي حاجة عشان نطلع البذور من جواها. البذور اللي جواها بتبقى قاسية شوية، صلبة، ما بتزرعش على طول، عايزة معاملات زي انها تتنقع في مية 24 ساعة الاول. وفي نهاية الحلقة يا رب تكون الحلقة عجبتكم، يا ريت نكتب رأينا في الفيديو ده. اللهم اني اسألك التوفيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.